استديو واحد يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم في النشرة الخامسة لبرنامج استوديو واحد، والذي يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط. وإليكم أهم الأخبار لهذه الفترة. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يفتتح مجلس الشورى الأحد المقبل أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع 2022 و2023 من الفترة التاسعة 2019 إلى 2023، وذلك عملا بأحكام المادة 38 من قانون مجلس عمان. عقدت سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاجتماع السنوي السادس، وذلك انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين لتعزيز وتطوير التنسيق الأمني. واستعرض الاجتماع البرامج التدريبية والتمارين الأمنية المشتركة المخطط تنفيذها العام القادم، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مختلف المسارات وترسيخ العلاقات الثنائية المتينة التي تربط سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. فاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا معنا. دورنا دائما أن نكون همزة الوصل بينكم وبين الجهات المعنية. مرحبا، حياكم الله في حلقة اليوم، نغيكم من جديد في استوديو واحد لهذا اليوم. نناقش، نستمع، نحلل كي نضعك في تفاصيل الخبر. نقدم لكم أقوى البرامج التلفزيونية والإذاعية من غبشة مع الشبيبة. أدرينالين، استوديو واحد، جماهير الشبيبة تحت الملاحظة، صوت الناس، سؤال التقنية، مودريستا، نقدم لكم كل ما هو جديد. عدنا لكم. تود وزارة التراث والسياحة التنبيه عن وجود ممارسات غير قانونية لعرض مقتنيات أثرية والإعلان عنها للبيع في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تعد إتجاراً غير مشروعاً بالممتلكات الثقافية، وتهيب الوزارة بعدم عرض المقتنيات الأثرية والإعلان عنها والإتجار بها وفقاً لقانون التراث الثقافي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 على 2019. أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي صحار وصحم مؤخرا حكمان قضائيان ضد مؤسستين تعملان في البناء والتشييد، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 على 2014، قضت بالإدانة والغرامة المالية. تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي المديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين بعد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات مقاولات البناء على إنشاء منزل بقيمة 16,000 ريال عماني خلال مدة محددة وفق العقد المبرم بينهما، إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل حسب الاتفاق وما طلت في الإنجاز، ولم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم ممثل المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 100 ريال عماني ومدنيا إثبات ما تصالح عليه المدان مع المجني عليه في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. إذن هذه كانت أخبارنا لهذه الفترة، نراكم إن شاء الله
في فترة الواحدة غدا. استديو واحد يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط.